السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف لو أنا عايز أرسم حاجة بالمقاس معين، تمام؟ يعني عايز أرسم لاين وعايز أكتب المقاس بتاعه هيبقى كام، مش عايز أبقى أشتغل شغل فري. طيب ممكن أجي هنا اللي هي ACC يودرو، تمام؟ تتفاعل معايا، أقدر أخليها هنا في أي مكان، أو إن أنا أقدر أنزلها الشريط اللي تحت، تمام؟ أهيت زي ما أنت عايز. طيب دلوقتي انت ملاحظ ان اليونت دي محتاجه تتظبط، فخلينا نروح لقائمه فايل واقول له سيتنج، واروح لفايل واقول له ان انا عايز اعمل ديزاين فايل سيتنج وركينج يونت، اختار ام يو، اختار مثلا ان احنا شباب بالمليمتر، واقول له ده هنا انا عايزها مثلا 0.123. اوكي كده احنا ظبطنا اليونت. فلما اقول ان انا عايز ارسم لاين هتلاقي الارقام اهيت، تمام؟ تقدر ترسم اهوت، ولاحظ ان هنا بيساعدني ان انا مثلا لو هرسم بالشكل ده كده انا ماشي في الاكس بس، هنا في الواي بس. ممكن تكتب مثلا هنا انا عايز ده في الاكس بمقدار مثلا 300 وفي الواي مثلا بمقدار 500، فيبدا يرسمها لك بالشكل دوت. لو دوس في اي مكان مش لازم تبقى قريب من حاجه يبدا يرسمها لك بالشكل دوت. طيب هنا عشان ده راوندد فبدا يعملها بالشكل ده، ممكن نخليها شارب. تبدأ بقى تنطلق وتشوف انت عايز تخليها كام، مثلا 900 في 500، اي خلاص هي النقطة اتحددت. وممكن حتى تخلي واحدة فيهم والتانية تخليها مفتوحة معاك، فتبدأ تتحرك فيها زي ما انت عايز كده، تتحرك في 300 في الاكس والواي زي ما انت عايز. يعني هنا هي 300 والواي بصفر،